أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عليه طيب افرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله باب النهي عن استجابة اليمين. حدثنا معاذ بن قتادة قال حدثنا هشام بن عروة السلواني عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس إلا، وإذا أتى الحلال فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة، وأحيانا البخاري يذكر معاذ بن فضالة فيقول حدثنا أبو زيد البصري، أو أحيانا يقول حدثنا الزهراني. الزهراني وأبو زيد البصري وأبو زيد الزهراني وأبو ومعاذ بن فضالة كلهم شخص واحد، هذا معاذ بن فضالة. قال حدثنا هشام هو الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله ابن أبي عبد الله الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير هو الطائي مولاهم، مولى الطائيين، وكان فقيه اليمامة وإمامها. يقولوا إيه؟ يقولوا ان في عصر من العصور وهو الصدر الاول كان جميع فقهاء الامصار من الموالي، فقهاء الامصار كلهم من الموالي، فتجد مثلا نافع مولى بن عمر في المدينة، تجد عطاء بن ابي رباح في مكة، تجد يحيى بن ابي كثير في اليمامة، تجد طاووس بن كيسان في اليمن، تجد مكحول في الشام، تجد الليث بن سعد في مصر، تجد يعني أكثر الأمصار كان أعلامهم وأئمتهم وأكبر الفقهاء فيهم موالي، كانوا موالي حتى تضاءل الأشراف أمامهم. ها؟ ليه؟ ده دليل على آية الإسلام العظمى في كيف يرفع خسيسة الإنسان بالعلم، فيجعل الإنسان وهو مولى، يعني أصله باع بالمال، أصله اشتري بالمال، وكان في يوم من الأيام قنا مضروب عليه القنية ومضروب عليه الرق، يكون هذا الإنسان في يوم من الأيام سيدا بالعلم ولا يفتى دونه أحد. كعطاء ابن ابي رباح في مكة، وقد خلف عبد الله بن عباس في مجلسه، وكان لا يفتى في مكة الا عطاء، حبشي اسود اعور افطس عمي على كبر اعرج، شيء عجيب خالص، مجموعة كراكيب كده، ولكنه كان كتلة من العلم، كان كتلة من العلم. يحيى بن ابي كثير هذا كان إمام أهل اليمامة وإمام بني طيب، قطاع كبير جدا من نجد، كان إمامهم يحيى بن أبي كثير. يروي عن عبد الله بن أبي قتادة، أبو قتادة هذا يقال فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم فرسان الإسلام أبو قتادة، أعظم من يحارب فارسا، وأعظم رجال الإسلام سلمة بن الأكوع، فسلمة بن الأكوع أعظم رجالهم، يعني أعظم من يحارب راجلا على قدميه، أعظم الرجال يعني أعظم محاربين إيه؟ ماشيا على رجليه، وأعظم الفرسان أبو قتادة، هذا فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقاتل دونه، ومهمة الفارس أنه كان سريع الحركة،
وسرعة الحركة تجعله متنبها إلى الخطر الذي يمكن أن يلحق من يريد المحافظة عليه، وهو يريد المحافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولده عبد الله. وهذا من كبار الرواة من التابعين، وولد ولده ثابت، وولد ثابت مصعب، وولد مصعب عبد الرحمن، وولد عبد الرحمن بنت امرأة اسمها عبدة. كل هؤلاء اسناد حديث واحد، يعني يروح بعضهم عن بعض. عبدة بنت عبد الرحمن ابن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن ابي قتادة. ده ايه ده؟ نسب كريم. فابو قتادة فارس رسول الله، يروي عنه ولده عبد الله عن ابيه. عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، ولا لا يتنفس في الاناء، هو يشرب ياخذ نفسه وما يتنفسش في الاناء. لماذا؟ لان التنفس في الاناء امر مستقذر، ويخرج رذاذ من الانف او الفم يلوث الاناء، يخرج رذاذ من مخاط او لعاب، اما ان يخرج هذا من الفم او يخرج من الانف، فهذا شيء مستقذر، لا يصح ان يصب هذا الرذاذ في الماء ثم يشربه الانسان، وقد يأتي غيره فيشرب منه فيستقذر ان يشرب، ربما يصاب بالغثيان، ربما يقيء، لما يعرف ان واحد كان قبل كده شرب وقعد يطلع نفسه ويدخل نفسه في الاناء. فالتنفس في الاناء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه. اما يكون واحد بيشرب في الاناء لا يتنفس في الاناء، مش يشرب ويقعد يطلع نفسه في الاناء ويملى الاناء رذاذ، لا. هذه واحدة، يعني التنفس في الاناء يلوث الاناء ويجعل الاناء فيه ايه؟ فيه شوائب يطفح بها الانسان وهو يشرب. الامر الاخر اتاحة الفرصة لغيره ان يشرب دون ان يستقذره، لان حتى على نفسه هو لا يصح له ان يعيد شرب ما ولغ فيه او ما تنفس فيه، فما بالك بغيره، فهو يؤذي نفسه ويؤذي غيره، فهينصح غيره ويقول له لا تشرب في هذا الاناء لاني تنفست فيه، فان لم يفعل فقد اذاه، يبقى اذاه، ان لم يفعل يبقى اذاه، عليه ان ينصحه ويقول له ما تشربش من الاناء ده، يقول له ما تشربش من الاناء ده لاني تنفست فيه. والتنفس مخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. هذه مشكلة محيرة، إذا دخل الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. طيب ما يمسه بإيه؟ ما هو أصله هيدخل خلاء يبقى يمس ذكره بيمينه علشان يستجمر او يستنجي، عشان ما كان البول يغسله بالماء او يستجمر بالحجر. طيب كيف يفعل اذا مس ذكره بيده اليسرى؟ يحتاج الى اداة الاستجمار او اداة الاستنجاء بيده اليمنى، يبقى كأنه استنجى بيمينه، ونحن نهينا عن الاستنجاء باليمين. يستنجي بيمينه، استنجاء باليمين حرام. طيب كيف يفعل؟ طيب يستنجي بيساره، يبقى حيمسك الذكر بيمينه، ما هو منهى عن مس الذكر بيمينه، مشكلة. فقال واحد ايه طلع فيها كده وقال ايه، يبقى يمسك حجر برجليه يمسك حجر برجليه ويقعد يقعمز ويمسك ذكره وايه ويقعد يستجمر بالحجر. هذه صورة بشعة، لا يمكن الواحد ايه يطيقها يعمل ازاي، يقعد
يعمز كده ويبقى مقعدته حصل الارض، وبعدين ازاي كيف يمط ذكره حتى يصل الى قدميه علشان يبقى ماسك الحجر بايده برجليه ويقعد يستجمر. برضو ما هذا تكلف يعني، ما يمكن يحصل. طيب ايه الحل؟ المشكلة ايه؟ الحل ازاي؟ واحد دلوقتي عاوز يستنجي من البول او عاوز يستجمر من البول، ومنهي عن ان يمس ذكره بيمينه، ومنهي عن الاستنجاء بيمينه. يبقى اول لا يستنجي بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه. طيب يعمل ايه؟ عايزين حل، اشتركوا معايا في الحل. نعم. ما هو بيستنجى بيمين، استعان على ذلك بيمين. لا ينقي، لا ينقي صب الماء، لا ينقي، لا ينقي، لان افارة الماء على النجاسة ليست كافية. الاستنجاء معناها النجو مع ازالة النجو، وازالة النجو لا يكون الا بدلكه. فصب الماء وحده لا يكفي. واحد يجي يستنجي مثلا، يجي على الغائط، ما كان الغائط في الدبر، يصب الماء لا يكفي. كذلك البول لا يكفي صب الماء فقط على الذكر، لان هذا يحتاج الى يعني اناه وقطع بول وايصال الماء الى فتحة الذكر. يعني مجرد صب الماء كده فقط، انما لا يصيب الا هيستعمل يده الوسطى. طيب ونعمل ايه في الحجر لو فرض ما فيش ماء دلوقتي، ما فيش ماء وعايز يستجمر؟ مش ضرورة هيمسك، اذا يمسك الحجر بيمينه يبقى كأنه استجمر بيمينه. مش كده؟ نفرض ان هو مسك الحجر بيمينه واستجمر بيمينه، نفرض ان هو مسك ذكر بيمينه واستجمر بيساره، يبقى مس الذكر بيمينه ومنهي عن مس الذكر بيمينه. نعمل ايه؟ مسألة برضو ايه تحير. طيب اولا بالنسبة للماء، الرسول عليه السلام كان اذا شرب تنفس 3 مرات في بالنسبة للإناء اللي احنا خلصنا منه، انه يشرب ويتنفس خارج الإناء 3 مرات. هذا يتيح له ان يذكر الله تعالى ويسميه في كل مرة، فيتنفس 3 مرات، ده السنة. اما بالنسبة للذكر فنشوف قال ايه فيه الشيخ هنا. فلا يمس ذكره بيمينه، النهي فيه تنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون فيه الأذى والحدث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه مصونة عن مباشرة السفل ومماسة الأعضاء التي هي مجاري الأسفال والنجاسات، ويسراه لخدمة أسافل بدنه وإماطة ما هناك من القاذورات وتنظيف ما يحدث فيها من الأدناس. فإن قلت الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، وكيف الحكم في غير هذه الحالة؟ قلت روى أبو داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. يده اليسرى كانت لخلائه وما كان من أذى. وأخرجه بقية الجماعة أيضا. وروي أيضا من حديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه ولباسه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. وظاهر هذا يدل على عموم الحكم على أنه
قد روي النهي عن مسه باليمين مطلقا غير مقيد بحالة البول، فمن الناس من أخذ بهذا المطلق، ومنهم من حمله على الخاص بعد أن ينظر في الروايتين، هل هما حديثان أو حديث واحد؟ فإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد واختلف فيه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل، وإن كان حديثين فالأمر في حكم الإطلاق والتقييد على ما ذكر. فإن قلت النهي تنزيه أو تحريم، قلت للتنزيه عند الجمهور، لأن النهي فيه لمعنيين، أحدهما لرفع قدر اليمين، والآخر أنه لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك. وحمله أهل الظاهر على التحريم، حتى قال الحسين بن عبد الله الناصري في كتابه البرهان على مذهب أهل الظاهر: ولو استنجى بيمينه لا يجزئه، لو استنجى بيمينه لا يصلح الاستنجاء، لأن الاستنجاء لا يكون إلا باليسار، فلو استنجى بيمينه لا يجزيه هذا الاستنجاء. ده مذهب أهل الظاهر، وهو وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية، قالوا إن الاستنجاء باليمين باطل وكأنه لم يستنج، يبقى عليه أن يعيد استنجاءه لأنه استنجى باليمين. قوله ولا تمسح بيمينه النهي فيه للتنزيه عند الجمهور خلافا للظاهرية كما ذكرنا. وقد أورد الخطابي ها هنا إشكالا، وهو أنه متى استجمر بيساره استلزم مس الذكر بيمينه، ومتى مسه بيساره استلزم استجماره بيمينه. قلت بلك معاي، وكلاهما قد شمله النهي. ثم أجاب عن ذلك بقول إنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه، يعني الأشياء التي لا تزول بالجدار، مثلا حنفية بتخر مية وروح يستنجى، يبقى يريد واحدة بس اللي هي اللي سبب تشتغل. جدار حائط يريد أن يستجمر، مش ضروري يدور على حاجة يمسكه بإيده، يبقى يستجمر بيده اليسرى، هي التي تمس الذكر وهي التي تدلك الذكر فين؟ في الحجر، هذا شيء ثابت. يدور على حجر كبير كده عالي ولا على تبة ولا حاجة، ويجي ناحيتها كده ويستعمل يده اليسرى فقط ولا يستعمل يده اليمنى، ده كلام الشيخ. فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد دي اللي مش ممكن، فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه في رجليه يعني، أو إبهامي رجليه، ويستجمر بيساره، فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه. وقال الطيبي النهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، فلا إشكال فيه. قلت قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ولا يستنجي بيمينه يرد عليه في دعواه الاختصاص على ما لا يخفى. وقال بعضهم الذي ذكره الخطابي هيئة منكرة بتاعة يمسك برجليه، بل قد يتعذر فعلها في غالب الأوقات. والصواب ما قاله إمام الحرمين ومن بعده الغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب، أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها، فهو كمن صب الماء بيمينه على يساره حالة الاستنجاء. يبقى زي ما يمسك الماء بإيده ويصب على إيده اليسار ويأخذ بيساره فيستنجي، أو يمسك الحجر بيده وهي قارة لا تتحرك، يبقى إيده ثابتة لا تتحرك، لأنه لو تحركت كأنه هو يستجمر بيمينه،
فيمسك الحجر بإيده كده، يسنده بإيده كده، وبعدين يمسك ذكره ويستجمر به، هو الذي يحرك الذكر وهو الذي يمس الذكر بيمينه بيساره، ويده اليمنى لم تصنع شيئا إلا أنها أمسكت بالحجر قارة غير متحركة، يعني ما يحركش الحجر، لأنه لو حرك الحجر يكون قد استجمر بيمينه، فهو يجعل الحجر قارا في يده ويده ثابتة، والحركة تدور إيه من يده اليسرى، هو الذي يستعملها لأجل أن يستجمر ولأجل أن يمس ذكره، واخد بالك؟ ولا ماسا بها، فهو كما انصب الماء بيمينه على يساره حالة الاستنجاء. قلت دعواه بأن هذه هيئة منكرة فاسدة، لأن الاستجمار بالجدار ونحوه غير بشع، وهذا ظاهر، وتصويبه ما قاله هؤلاء إنما يمشي في استجمار الذكر، وأما في الدبر فلا على ما لا يخفى. هذا كله في لأن الدبر لن يستعمل فيه اليمين، إنما يستعمل يمين بإيه؟ في صب الماء بيمينه، لما يمسك الماء ويصبه بيمينه ويصبه على إيه؟ على يده اليسرى، فيده اليسرى يده اليمنى قارة هي اللي بتوصل الماء إلى يده اليسرى، فيده اليسرى هي الفاعلة، هي المطهرة، وهي التي تزيل النجوة، وهي التي تحمل الماء وتوصله إلى مكان النجاسة، ويده اليمنى تحمل الماء الطاهر، وهي تصبه على اليد اليسرى، فتورأ هكذا. استنباط الأحكام: كراهة التنفس في الإناء، وقد ذكرناه مفصلا. الثاني فيه جواز الشرب من نفس واحد، لأنه إنما نهى عن التنفس في الإناء، والذي شرب في نفس واحد لم يتنفس فيه فلا يكون مخالفا للنهي، وكرهاه جماعة وقالوا هو شرب الشيطان ليشرب الإناء كلها في نفس واحد. وفي الترمذي محسنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. الثالث فيه النهي عن مس الذكر باليمين. الرابع فيه النهي عن الاستنجاء باليمين. الخامس فيه فضل الميامن على المياسر. يبقى ايه؟ يعني في مخرج برضو مخلص، انه قلنا ايه يصب بايده اليمين على يده اليسرى، وقلنا انه هو يدلك بيده اليسرى ويستعمل يده اليسرى في الايه في الانقاذ، وقلنا انه ايده اليمين حتى في الاستجمار تكون ثابتة غير متحركة حتى لا تكون هي المعينة على الايه على الاستجمار، انما تكون ثابتة، والحركة تقع من اليد اليمنى من اليد اليسرى بفعل باستجمار الذكر في الحجر. طيب نعم بتاع الحجر بين 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 رجليه الاستجمار خاص بال يعني الاستجمار باليمين مختص بالدبر. ده في الواقع يعني كلام الحديث بيقول ذكره، ما قالش دبره، واحنا اخذنا عنه ليه؟ لان الحديث لم يرد في الدبر. الحديث بيقول ايه؟ بيقول واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، فالحديث وارد في الذكر، فما فيش ذكر الدبر هنا خالص، فكون الطيبية خص ويعم ويطلع الذكر من العموم ويقول لك الأصل هو الدبر، لا ذكر الدبر في النص ولا بالمفهوم ولا بالمنطوق، فده اللي خلانا ما التفتلوش. الباب الذي بعده نعم نبي عن ايوه، والواقع لو رأيت المضار المترتبة على التنفس في الإناء لما وجدته للتنزيه،
ليس للتنزيه. ليه؟ لانه تعرف الناس الانسان هو بيتنفس، طب هات النظارة كده لما يحب تمسحها اعمل كده وخدها واعملها كده، تلقاها ايه غشي عليها وغطيت ولا يمكن ان ترى صفاء العدسة، العدسة يغطى صفاؤها ولا تنظر بها ولا ترى ما وراءها. لماذا؟ لان اجراما خرجت من فمك وانت تتنفس غطت على صفاء العدسة فلا ترى الا هذا الغشاء الذي غطى هذه العدسة. اذا هذا الغشاء الذي غطى هذه العدسة لا شيء له جرم، والشيء الذي له جرم يعني شيء مجسم، يمكن لهذا الشيء ان يتجمع ويكون له وزن وكيل ومقدار ومساحة ومتر. يجوز انت وصل اليك شيء منه قليل، لكن يمكن ان يتجمع هذا الشيء، يتجمع ويتجمع ويتجمع كالأبخرة التي تتجمع في مكان مغلق فتحدث قطع في الكهرباء وتحدث ضرب في النور، تحدث اشياء كثيرة وما هي الا أبخرة. أبخرة يعني تخرج من مصدرها كما يخرج النفس منك، مجموع النفس ده اللي بيخرج ده له تأثير كبير. فإذا عرفت هذا، عرفت أن الإنسان لما بيطلع النفس بيطلع أجرام، وهذه الأجرام سائلة ولكن لدقتها وانتشارها تكون يعني غير موزونة او غير ممسوكة، لانها ليست شيئا صلبا ولكنها اشياء رخوة. هذا الشيء الرخو له وزن، وما الماء الا شيء رخو؟ ايه الماء؟ ما هو شيء رخو؟ والماء لو اوقدت عليه لتبخر، يتبخر كله يطلع بخار ويفضل الحلة ما فيهاش حاجة، الجذر يبقى فاضي مش كده، يبقى اذا يتحول الى بخار. الذي يخرج من فم ده بخار هو في الاصل شيء سائل في البدن، اصله شيء سائل زي الماء اللي بينزل من الحنفية تمام، سواء بسواء. انظر العرق، الجسم بيفرز ايه؟ بيفرز عرق، واخد بالك؟ هو هذا شيء مما يفرزه البدن، النفس يخرج شيء زي العرق اللي يفرزه البدن. فاذا عرفت هذا وعرفت ان هذا يمكن ان ينفصل عن الحلق او الفم او الانف بالتنفس في الاناء، وانفصاله عنه يجعله مباشرة يصل الى الاناء، اما الى حوافيه من الداخل واما الى المشروب نفسه، يعني اما الى الظرف او الى المضروب، اما ان يتعلق هذا الرذاذ بالظرف، الظرف الذي يوضع فيه الماء السائل، واما ان يصل الى المظروف نفسه، واما ان يصل اليهما جميعا، يلوث حفافي او جدار الاناء ويلوث الماء الذي في الاناء، فاذا شربت الماء بقي الاناء ملوثا، واذا لم تشرب الماء بقي الماء هذا ملوثا. فيبقى ده ما اظن انه النهي نهي للتنزيه، وإنما النهي بالتحريم، خصوصا إذا ثبت بالنظر المجرد أو بالاستقراء أو بالبحث العلمي أو بنصيحة الأطباء أو بأي وسيلة من وسائل الوصول إلى الحق والوصول إلى العلم، ثبت لك أن هذا شيء مضر أنه يخرج من الفم واقتنعت به، واخد بالك؟ ما بالك اذا كنت انت بالعين المجردة بغير ان تسمع نصيحة وبغير ان تختبر وبغير ممارسة وبغير استقراء، لان الامور البدهية التي لا تحتاج الى استقراء ولا امعان نظر، وانما يكفي فيها النظر المجرد، النظر السطحي هكذا، هذه مصدر مصادر العلم وهي وحدها كافية في ان تحكم بان كان ان كان هذا النهي مكروها كراهة تنزيه او كراهة تحريم. اذا لم ترى شيئا فهو مكروه كراهة تنزيه، واما اذا تيقنت ان هذا شيء ينفصل عنك ويصل الى الماء فهي كراهة تحريم ولا جدال. نعم.
الحب لا تصل حكم في هذا الاستجابة اليمين؟ وهل المرأة لا تتنفس؟ نقول المرأة بالنسبة للاستنجاب. ايوه قبل المرأة يعني لا تمس بيمينها فرجها، هذا مخلوق منهي عنه. ما هو لما يقول فلا يمس ذكره بيمينه كأنما يقول فلا تمس المرأة فرجها بيمينها. سؤال كويس يا اخوان، سؤال طيب، يعني هذا سؤال يعني مكمل للموضوع، لان احنا لما نقعد نتكلم وكل كلامنا رجالي، كل كلامنا رجالي كده ما فيهوش حريمي ابدا، يعني معناها يبقى القضاء الاخر في جهالة، ما هم مش عارفين حاجة في الاحكام. لكن لما يكون احنا عندنا علم بفقه النساء ونروح نعلم نسائنا، هذا امر ايه مطلوب، مطلوب حتى لا تبقى هي في عزلة عما ينبغي ان تعلمه من احكام دينها. فهي منهية عن ان تمس فرجها بيمينها كما ينهى الرجل عن مس ذكره بيمينه، بل ان النهي بالنسبة لها اشد، لان الذكر شيء ناتئ عن البدن زائد فيما يبدو كأنه شيء يعني له جرم منفصل كده باطرافه عن مقره، واما الفرج فانه بالعكس، انه يعني طرفه يتعمق الى قراره، فطرفه منعكس في داخلها، اما الذكر فطرفه الى يمتد الى خارج البدن. فلهذا كان مس الفرج باليمين اولى بالنهي من مس الذكر باليمين، اولى بالنهي، لان مس الفرج باليمين انما هو قريب جدا من فتحة البول، وهو يعني عرق الفرج وكذا، والذكر لا يعرق، ليس فيه عرق، واما الفرج فانه يعرق، فاذا مست حتى يعني شفتي فرجها بيمينها وتحسستها باصابع يمينها ربما انتقلت رائحة العرق وزهومة الفرج الى اصابعها، واذا اكلت ربما اكلت هذا الشيء المستقذر، واذا تذكرت وكان لها ذوق نظيف ربما اصابها الغثيان، فلا تفعل هذا. واذا كانت المرأة متسننة ومحافظة على سنة نبيها وعلى دينها اطمأن زوجها الى طهوها والى ما امساكها بطعامه ومؤنته، فلا يسيء الظن بها ونفسه تنشرح الى الطعام. لكن اذا عرف انها جاهلة وانها تعبث كثيرا بيدها اليمنى في قبلها، مثل هذا يجعل الرجل يستقذر ان يأكل من يدها ويستقذر ان يأكل من طهوها. فالمرأة اولى بان تنهى من الرجل، المرأة عليها، لانها منوط بها ان تصنع لزوجها الطعام وان تقدمه له. فاذا اطمأن الى انها لا تمتد يدها اليمنى وهي صانعة كل شيء في الدار وفي البيت، واطمأن الى انها تتسنن بالكف عن ان تصل يدها الى فرجها، اطمأن الى صنعتها والى مهنتها والى ما يخرج من يدها ويأكل وهو طعامه شهي ومستطاب ويجد فيه اقبالا لا تردد فيه. وهذا عكس المرأة التي تعبث بيمينها. هذا اولى ولدي وجزاك الله خيرا. نعم. نعم، اذا مست المرأة فرجها انتقض وضوءها، وينتقض الوضوء مس الفرج، فرج المرأة، وكذلك ينتقض الوضوء مس ذكر الرجل. يعني المهم القبل، يعني القبل هو المذاكير وتأنيث الرجل والمرأة على السواء. الباب الذي بعده. باب لا يمسك ذكره بيمينه إجابة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
جرير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا بان احدكم فلا ياخذن جراره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس بالاناء. هذا الباب احنا قلنا ما فيش في البخاري مكرر بالمعنى الفني، المعنى الفني العام. الحديث ده هو الحديث السابق، ولكن هنا فرق. الحديث الاول رواه عن شيخه معاذ بن فضاله، ومعاذ بن فضاله رواه عن شيخه هشام بن ابي عبد الله الدستوائي، وهشام بن ابي عبد الله الدستوائي رواه عن يحيى بن ابي كثير، ويحيى بن ابي كثير رواه عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه. هذا الحديث القاسم المشترك بينه وبين الحديث الاول هو يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده، لكن شيخ البخاري فيه محمد بن يوسف التنيسي، وشيخ شيخ البخاري فيه الاوزاعي، ثم يحيى بن ابي كثير الى اخر الاسناد. فالحديثان مختلفان في شيخي البخاري وشيخي شيخيهما. الحديث الاول معاذ بن ابي فضاله عن شيخه هشام الدستوائي، والحديث الاخر عن محمد بن يوسف التنيسي حدثنا الاوزاعي، ثم يخلص الى يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه. الحديث يقول: اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه. الحديث الاول بيقول ايه؟ بيقول اذا اتى احدكم الخلاء، اذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. اذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. الحديث ده خاص مس الذكر كيف؟ قال فلا ياخذن ذكره بيمينه، يعني ما يمسكش ذكره بيمينه كده وهو في بول. فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. يبقى لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. في تقديم وتأخير. الحديث الأول قدم التنفس في الإناء عن مس الذكر باليمين، الحديث ده أخر التنفس في الإناء. والحديثين مصدرهما واحد ورواتهما من يحيى بن أبي كثير إلى الرسول هم، لكن الاختلاف في اللفظ اختلاف يسير، والمعنى كما هو، واختلاف في الشيخين الأولين من البخاري والشيخين في الحديث الآخر من شيوخ البخاري، ولكن هو إيه زي ما احنا شرحناه، ما فيش اختلاف بين الاثنين أبدا. الباب الذي بعده مس الذكر مباح في غير حالة البول. مس الذكر في غير حالة البول إذا كان يغتسل، إذا كان يغتسل فهو يجوز له لتنظيف ذكره وتنظيف مذاكيره وقبله ودبره، لا بأس أن يمس هذا برغوة الصابون أو بالتدليك بالماء أو شيء من هذا في حالة الغسل، حتى عند من يقول بأن التدليك ركن من أركان الغسل كالمالكي، فإنهم يقولون إن التدليك فرض، والتدليك فرض يعني لا يترك جزءا من الجسم بغير تدليك، حتى ما لا يناله ولا تصل إليه يده يمكنه أن يوصل التدليك بشيء من الليف أو من الحبل أو خرقة أو شيء من هذا علشان يصل التدليك إلى جميع أجزاء بدن. فالذين يقولون بفرضية التدليك لكل أجزاء البدن مش يستحبون، يوجبون أن يدلك الإنسان بدنه كله حتى ذكره، لا في الغسل. فمش معه الذكر ده شيء يعني خنزير متعلق في الجسم، يعني خلاص يعني بقى شيء منبوذ، يعني الواحد يجي لحد عنده يقول يفتح الله ما يجربش عليه، لا هو بس علشان شرف اليد اليمنى، لان اليمنى شريفة والانسان يأكل بها
ولا يجوز انه يرتاد بهذه اليد اليمنى هذا الموطن او هذا المكان الذي يكون مكان الافرازات ومكان الشيء الخارج من البدن من الخبائث، فلعله يتعلق به شيء. لكن في حالة الغسل، في حالة الغسل واغتسل الجسم كله يغتسل، هذا شيء مطلوب يعني. نعم. يقال للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ما لم ينظر لعورته. مين اللي قال كده؟ ما قالش ما ينظر، ما قال نظرش، قال لعورته. قال يقول لك إيه؟ ما نظرش للعورته ولا عورت غيره. قال لما جه يقولوا في الحرب، قام قالوا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه جه علشان يجري هو عشان يهزمه، قام راح مشلح، شلح له. فلما شلح له قام سيدنا علي زي ما يكون واحد صوب لواحد صاروخ، خد ضهره وجري، عاف ضهره وجري. صور لا يصح المسلم ان يرى مثل هذه السخافات. هذه سخافات لا يمكن ابدا ان واحد مسلم يعني يمخ يحشي مخه بيها. دي مكانها المذابل، ما يصحش مخ المسلم ده يكون مزبلة الى هذا الحد. انه سيدنا علي ما بصش في عورته ابدا، طب والنبي ما بص في عورة نفسه؟ يعني هو افضل من النبي وليه ما بصش في عورته؟ أليست خلقا من خلق الله؟ مش دي جزء منه؟ ما تفرض كان علق بها وساخة ولا علق بها نجاسة يعيش بها كده مغمض، ما يروح لهاش ولا يبص لها ولا يشوفها؟ ايه الكلام ده؟ واحد ما يشوفش عورة نفسه وبعدين ما يشوفش عورة غيره اهلا وسهلا، ده جايز. لكن عورة نفسه ما يشوفهاش، وعشان كده قالوا كرم الله وجهه. قالوا كرم الله وجهه ليه؟ قال عشان ما بصش لعورته. هم مش جهلة، مش عارفين ليه كرم الله وجهه. كرم الله وجهه لانه لم يسجد لصنم، لانه رضي الله عنه تربي في بيت النبوة ورباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ في الوقت اللي كان آباءه وأعمامه وأجداده والناس كلها وثنيين ونشأوا على عبادة الأوثان وكلهم محاطين بالوثنيات، هذا تربي في بيت النبوة فحفظه الله تعالى من السجود لصنم، فلم يسجد طيلة حياته لصنم إلى أن لقي ربه. لهذا كرم الله وجهه، لهذا كرم، فإبا كرم الله وجهه ليه؟ لأنه لم يسجد لصنم. أما قصة أن عمرو بن عمرو بن العاص رجل يعني يهزل، رجل هزول بهذا الشكل يعني الدرجة دي، يعني هو كده يعني عورته كده بسهولة كده يشلحها كده، ورجل الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه عندما أسلم وقال خياركم في الجالية خياركم الإسلام إذا فقه، وقال له إن الإسلام يجب ما قبله، وهو أبو عبد الله بن عمرو بن العاص الرجل التقي الورع الوارع الورع المعروف بالحفظ ومعروف بالصيانة ومعروف بكتابة السنة، أول من كتب السنة عبد الله بن عمرو، وهو أبوه عمرو بن العاص. ونيجي نقول عمرو بن العاص ده عرى عورته عشان سيدنا علي يجري منه، عشان يجري ليه؟ يعني خلاص، يعني مفيش حد أبدا في الحرب، وعلي بن أبي طالب محارب ورجل عاش حياته كلها محاربا، ما شافش أبدا الناس هدومها مقطعة وعورتها مكشوفة، ما شافش، ما كانش يحضر حروب أبدا ولا كان عمره حيحارب، لأن الحرب قائمة على هذا، ثياب ممزقة وأشلاء متفرقة وأجسام عارية وقتلى صرعى لا أخذ سلبهم وجردوا من ثيابهم. هم لما يقتل واحد كيف يأخذ سلبه؟ مش بيأخذ سلبه، مش بيعريه ويأخذ كل اللي معاه، مش كده؟ ورسول الله قال من قتل قتيلا فله سلبه. طيب من بيقتل قتيل ويأخذ سلبه، مش بيسيبه عريان؟ بيسيبه عريان. سيدنا علي ما كانش بقى ساعتها موجود ولا بيأخذ سلب حد ولا يسمع لحد يأخذ سلب حد قدامه، لازم يعمل برضان حوالين نفسه عشان يأخذ سلب واحد. ما كان هذا، لو الواحد تأملها كده ما جدلهاش، مش متركبة يعني، مش ماشي، مش ماشي أبدا، واخد بالك؟ عرفنا السبب في كرم الله وجهه أنه لم يسجد لصنم، ومع ذلك تجد ناس مؤلفين كبار وناس يعني مرموقين ومشاهير يجيبوا الحكاية دي ويقصوها على أنها حقيقة من الحقائق، فلا يشتراها أصلا.
نعم. في حال المداعبة شيخ بين الرجل والمرأة، هل يجوز للمرأة أن تمس ذكر زوجها بيمينها أم أنها إذا مطيرة؟ أما دي مسألة أخرى، دي أصلها في حالة إذا جاز لها أنها تستعمل يديها في مداعبة زوجها هي حرة. وهل يدها اليمين ما يستمتعش الرجل بها، ويدها اليسرى يستمتع الرجل بها، وبدنها كله مش نافع للرجل يستمتع كما يشاء، كل شيء فيها حلال ما عدا الدبر، يبعد عن الدبر وكل شيء حلال، واخد بالك؟ الحش يمتنع عن الحش، وكل شيء في جسمها حلال، ما فيش حاجة يعني يمين شمال ضر، كله ماشي. فهو مفيش حاجة يعني لو داعبته ولا عبت كما تشاء، كما يشاء وكما تشاء، هذا أمر خارج عن هذه الدائرة. زي واحدة تكلم في التليفون، يعني تسأل، وأنا لا أعرف اللي بيتكلم في التليفون، إنما أنا أسأل تسأل والسلام، وبعدين أنا لم أرد عليها، ردت عليها زوجتي، تقول لها على الشيخ أسأله سؤال، قالت لها الشيخ نايم، قالت لها طيب كنت عايز أسأله سؤال، قالت لها إيه هو السؤال؟ فقالت لها زوجي يقبل فرجي هل حرام ولا حلال؟ فقالت لها يا ستي هو حر، روح يا مزه ما عاوز، يا مزه عايز أسأل الشيخ فيك سؤال زي ده، وقفلت السكة. أسئلة يعني لما تدخل في موضوعات لا شأن لنا بها، تحددها يعني دواعي المتعة بين الرجل وامرأة، الحديث فيها فضول، لا يجوز، لا يجوز الترديد فيها والحديث فيها، لا يجوز الإنسان يتركها كده على سجياتها على طبيعتها، عشان الناس ما تسألش عن الصغيرة والكبيرة. الحديث الذي بعده الاستنجاء بالحجاره. باب الاستنجاء بالحجاره. حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد عن ابن عمرو والمكي عن جده عن ابي هريره قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وقرب لحاجته فكان لا يجتهد، فدلوا منه فقال ابني احجارا استنجر بها او نحوه، فلا تاتني بعظم ولا روس، فاتيته باحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبه وعرضت عنه، فلما مضى اتبعني بهن. هذا الحديث باب الاستنجاء بالحجاره. هو كان الامام البخاري قدم الماء لأن بعض الناس كان يقول أن الاستنجاء بالماء لا يجوز لأنه شيء مطعوم ولشرفه لا ينبغي أن يستعمل في مثل هذه النجاسة، وشيء مطعوم زي ما يكون أي شيء من النعم المطعومة لا صح أن تباشر النجاسات. وأوضحنا هذا بأنه تخريف، وأنه الاستنجاء بالماء هو الأصل، وأن الاستجمار بدل، الاستجمار بالحجارة بدل من الاستنجاء. فقال باب الاستنجاء بالحجارة ولم يقل الاستجمار، كأن الحجارة يمكن أن تكون أيضا زيها زي الاستنجاء بالماء. الاستنجاء يعني طلب إزالة النجم، النجم. فالحديث يقول حدثنا أحمد بن محمد المكي، أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو، ده إسناد. وبعدين والمكي عن جده، يبقى ده إسناد آخر، يبقى أحمد بن محمد المكي روى الحديث عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو ورواه ايضا عن جده، يبقى دي متابعه تامه، لان احمد بن محمد المكي رواه عن شيخه عمرو بن يحيى ورواه عن جده،
وكلا الاسنادين عن ابي هريرة، ده اظن اسناد عالي. ها نعم، عمرو المكي. عمرو المكي. جلوى المكي. ايوه، على كل حال هو جده احمد بن محمد، وعمرو بن يحيى جد احمد بن محمد، يعني هذا رواه عن جده والاسناد مروي عن جده، وهو اسناد رباعي، اسناد رباعي، لانه احمد محمد المكي عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي، وهو جد احمد بن محمد، وعمر بن يحيى روى عن جده سعيد بن عمرو، باب ثلاثة، وابو هريرة هو الرابع، فهو اسناد رباعي. قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني احجارا استنفض بها، ابغني احجارا استنفض بها، جواب فعل الامر او نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. ليه عظم او روث؟ في احاديث تقول ان العظم والروث طعام اخوانكم الجن، وفي احاديث تنهى مجرد نهي عن الروث والعظم. لو انت رجعت الى العظم وهو جاف بعد ان ينفصل عن اللحم مدة طويلة، والحقت به شيئا رطبا، الجاف الصديد الجاف يتحول الى مادة لزجة فيتحول الى نجاسة، فالعظم فيه اثر دم واثر صديد، فاذا استنجى المرء به تحلل ما على العظم وانتقل الى بشرته وانتقل اليه، فكأنه نجس نفسه اكثر، كأنه لما يستنجب العظم بنجس نفسه اكثر. ليه؟ لان العظم كما قلنا عليه اثر الدم الجاف اليابس واثر الصديد، هذا شيء يمكن ان يتحلل ويظهر بالرطوبة، فاذا لحقته رطوبة او بلل خلاص يبقى كأن العظم لسه طالع من اللحم دلوقتي، يبقى في نجاسة ولا فيش نجاسة. ومن باب اولى الروث، الروث البعر، يعني بعر الجمال، بعر الغنم، بعر الخيل، بعر الحمير، هذا البعر مهما كان جافا فإنه عندما يستجمر الإنسان به ويلحقه رطوبة الدبر أو رطوبة القبل، فإنه ينتقل شيء من اليبس البعر الروث إلى البدن، فيكون شيئا نجسا شيئا خبيثا، لأنه حيطرح ويتحلل، وعندما يتحلل وهذا البعر أصله نجس الذات فلا يستنجى به، فلا يستنجى بعظم أو روث. والعرب عندهم البعرة كده تبقى ملفوفة كده وبتلمع والشمس قدحاها، قوم يقول يا سلام زي الحجر، تضربها في الأرض تطط تطلع فوق تاني، قوم يستحلى هو ايه الاستجمار بها، ياخدها ويمسح بها، واخد بالك؟ فالاستلطاف ده ما ينفعش، المسألة مش مسألة رأي وأخذ بالرأي والاستحسان، لا، يدور على حجر أحسن، يدور على حصى أحسن، لكن دي ما يستجمرش بيها. كان لابد أن ينهاهم عن هذا، كان لابد أن ينهاهم عن هذا، ولا يسمح لهم بأن يستعملوا في الاستنجاء أو الاستجمار العظم والروث. وأفادهم أن هذا طعام إخوانهم الجن، والجن ترتاد هذه الأماكن التي فيها مراح أو التي فيها مرابط أو التي خالية لا يوجد فيها أحد، ترتاد هذه الأماكن، وهي كائنات حية يمكن أن تتشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريفة، يمكن أن تتشكل في شكل كلاب، تتشكل في شكل هررة، تتشكل في حشرات، شكل، ورأى بعض الكائنات من الحشرات تأكل هذه الأرواث،
وتتجمع حول هذه العظام، الكلاب تأكل العظام، فالجن كذلك إذا تشكلت بالأشكال غير الشريفة كان طعامها طعامها، وكان أيضا مرعاها مرعاها، ترعى كما ترعى هذه البهائم وكما ترعى الحيوانات التي تشكلت بها. فإذا تشكل الجن في شكل كلب يأكل العظم، إذا تشكل في شكل جعران يأكل الروث، فهذا أمر طبيعي من لوازم التشكل، من لوازم التشكل في الأشكال غير الشريفة أنها تستعمل ما تستعمله الأشكال التي تشكلت بها. الأشكال التي تشكلت بها مش يفضل الجن لما يتشكل بشكل كلب، هذا تحكمه الصورة. الكلب الجن إذا تشكل بهذه الأشكال تحكمه الصورة، وما تحكمه الصورة يعني إذا كان كلبا يجوع كما يجوع الكلب ويضمأ كما يضمأ الكلب، وإذا قطعت ذنبه عاش مقطوع الذنب، وإذا قتلته مات يموت، لأن الصورة إيه تحكمه. هذا وتعريف الجن، عبارة عن كائن ناري قادر على التشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريفة وتحكمه الصورة. والملك عبارة عن جوهر نوراني قادر على التشكل بالأشكال الشريفة ولا يتشكل بالأشكال غير الشريفة ولا تحكمه الصورة. الملك لا تحكمه الصورة، يعني سيدنا موسى فقع عينه ملك الموت ورجع إليه في الحال وعينه سليمة، فعرف أنه ملك لأنه لا تحكمه إيه؟ لا تحكمه الصورة. نعم. الجن ممكن يتشكل بصورة الإنسان شيخ؟ أيوة، يتشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريفة، وممكن يطلع في صورة امرأة جميلة، ممكن الصورة يطلع لك في صورة شيخ مطمطم عمامته قد كده، ممكن يطلع في أي شيء. هو لما جاء الشيطان لقريش وهم في دار الندوة مش قالهم في شكل شيخ من شيوخ نجد، رجل عليه الوقار وعليه المهابة، يتشكل بأشكال الشريف. نعم. أنا كده يعني ممكن مثلا يفعل نفس العملية اللي فعل الرجل مع المرأة مثلا بحكم الصورة مثلا. يمكن، ممكنش ليه؟ ممكن ممكن ويجي الواد يعني الواد على كيفك. نعم. وتشكل في شكل كلب يطلع مقطوع الذنب، إذا عاد لهيئته الأولى جنيا ثم أراد أن يشكل في شكل كلب يطلع مقطوع الذنب. نعم. إذا تشكل بشكل كلب فالكلب له ذنب. سبها لي أراها الأول، سبها لي أراها. هل إذا عاد إلى صورته الأولى خلاص، إذا أراد أن يتشكل في شكل كلب عاد كلبا مقطوع الذنب. أما إذا عاد إلى صورته الأولى لا يقطع من جسمه. لا، إذا رجع إلى صورته الأولى رجع إلى صورته الأولى، لأنه لم يقطع شيء من صورته الأولى، وإنما الذي قطع منه الصورة التي تمثلها، فيقطع من الصورة التي تمثلها. فإذا عاد يتقمصها عاد على الهيئة التي كان عليها عندما انتقل منها إلى صورته الأولى، يعني تحكمه الصورة. ها؟ لا، ما احنا فتحناش مجالات ولا حاجة، انت تسأل سؤال قلنا هذا جائز، يعني ما فيش مجال، انت اللي فتحت المجال. ليه تتهمني انا اللي فتحت مجال؟ انا ما فتحتش مجالات ولا حاجة. ها؟ انا ما فتحتش مجالات ولا حاجة. هتوجعني في تومة كبيرة. الحكاية انك انت سألتني قلت لي يا بناء على هذا يمكن اذا تشكل هذا الجني في شكل شاب جميل ولقى واحدة ماشية في السكة وقال له لعب حواجبه ليها ولعبت حواجبها ليه وخلاص
وبعدين حصل اللي حصل ويكون هو في الحقيقة جن، نقول لك أي جائز، جائز هذا. وإذا كان منها ولد يطلع ولد على كيف، يطلع ولد محترم، ها ولد يبقى إيه، يبقى عايز قطع ديله، يطلع كلب كبير. نعم نعم يا سيدي. هل الجن كالإنس ذكور وإناث؟ أي نعم ذكور وإناث، نعم في الجن إناث وفي الجن ذكور وذكران. وكيف يتناسلون، كيف يتناسلون، كيف يتكاثرون، كيف يتكاثر الجن والإنس، يتكاثر الجن في كائنات كلها من نوع واحد ويحصل فيها تكاثر. حتى حط الحشرات لابد أن يكون فيها التنوع، الذكر والأنثى، ذكر وأنثى أمر لابد منه. حتى الخلية فيها إلكترون وبروتون، فيها يعني لازم يكون في هذا الإزدواج موجود، وإلا ما كانش يمكن أبدا التكاثر. التكاثر لابد منه، من وجوه، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ما قالش إلا الجن، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فكل شيء ربنا خلق منه زوجين، فالجن يدخل في هذا الخلق، ففيه إنس وفيه ذكر وأنثى. نعم الملائكة، الله سبحانه وتعالى نفى أن يكون من الملائكة إناثا، وهذا وارد فيه نص، واخذ بالك، وارد فيه نص، فوارد النص في أنه وجعلوا إيه، وجعلوا الملائكة إناثا، فالذين نسبوا الملائكة إلى الإناثية نعى الله عليهم هذا وذمهم. وذكرانية الملائكة ليست ذكرانية فحولة، لأنهم ليسوا مكلفين تكليفا إراديا يجعلهم يفعلون ولا يفعلون، وإنما هم لا يعصون الله ما أمرهم، فهم مجبولون على الطاعة، مجبولون على العبادة. ولعل أعظم شيء جعلهم يحتلون هذه المكانة أنه لا يوجد فيه إناث، ما قاهم الله تعالى من المرأة، فمفهومش إناث، فكلهم يعني، ولا نقول إنهم ذكران، لما نقول ذكران نقول طب فين الإناث، وهم لا يتناسلون ولا يتكاثرون عن طريق التوالد، إنما الله سبحانه وتعالى خلقهم من جواهر نورانية، فالملك جوهر نوراني قادر على التشكل بالأشكال الشريفة ولا تحكمه الصورة، هذا هو تعريف الملك، لا تحكمه الصورة. فإذا رأيت ملكا في شكل إنسان فإنه لا تحكمه هذه الصورة، بمعنى أنه لا يشتهي كما يشتهي هذا الإنسان، ولا يبول كما يبول هذا الإنسان، ولا يتغوط كما يتغوط الإنسان، ولا يتهيج قرم شهوته كما تهيج قرم شهوة الإنسان الذي تمثله. ليه؟ لأن الصورة هنا لا تحكم. أما الجني فإذا تمثل في شكل آدمي حكمته الصورة، تحكمه الصورة في شهوته، وتحكمه الصورة في غلمته، وتحكمه الصورة في جوعه وشبعه وظمئه، فيظمأ ويجوع ويشتهي وكل شيء. ليه؟ لأن الجن تحكمه الصورة، الصورة حتى لو تمثل في كلب تجد هوهو ينبح، ليه؟ تحكمه الصورة، لازم ينبح ولازم ينهش ولازم، ليه؟ لأنه حكمته الصورة. لو كان برضو تمثل في شكل قرد برضو حركات تبقى قرد، لو تمثل في شكل هرة يبقى حركاته هرة، في شكل ثعبان تجده يلدغ وتجده ايه له فحيح وتجد كل شيء. ليه؟ لأن الصورة تحكمه. أما الملك فإنه إذا تمثل في شكل إنسان لا تحكمه الصورة، زي ما نزل على سيدنا موسى وأراد أن يقبض روحه فضربه ففقع عينه، فلما عاد إليه مرة أخرى عاد إليه بعين سليم،
لو كان جن كان فضل أعور، لو رجع إلى صورته الأولى جنيا ثم أراد أن يستعيد ما تقمصه من شكل الإنسان لعاد أعور. لو كان كلب قطعت ديله ورجع تاني بعد ما كان كلب رجع إلى جنيته ثم أراد أن يتقمص كلبا يطلع كلب ديله مقطوع، لأنك قطعت ديله، قطعت ودانه تفضل ودانه مقطوع على طول. هذا معنى تحكمه الصورة. ده إيه؟ ده أما الملائكة فالله نفى عنهم هذا التنوع القائم بين الأجناس التي تتكاثر عن طريق التوالد، إنما هؤلاء الله سبحانه وتعالى جنبهم من جواهر نورانية خلقها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم عددهم إلا الله. في منهم المكلفين بالحفظ، في منهم المكلفين بكتابة الصحائف، في منهم المكلفين بالأماكن اللي فيها مخاطر الإنسان لتمنع عنه هذه المخاطر، في منهم السياحين والذين يحضرون مجالس الذكر ومجالس العلم وهكذا. فدول ايه؟ دي كلها عالم كبير جدا، عالم عظيم جدا، هم عالم الملك. نعم. الملكين المكرمين. يعني يطلع على ما يجري من قلب من الذكر ومن النية ومن الله. صلى على الرسول. في جهاز في وزارة الداخلية، ما اعرفش اي داخلية في العالم، اي داخلية وبس، واخد بالك، في جهاز الكشف عن الكذب، سمعت بيه؟ سمعت بالجهاز ده؟ حد ما سمعش بيه؟ طب انا اسمع بالجهاز ده من 40 سنة، اخترع من 40 سنة جهاز الكشف عن الكذب، بيجيبوه كده وخلوه قدام الواحد ما عرفش يمسك ايه ويعمل ايه، وبعدين له زي جهاز كمبيوتر كده وشاشة، وبعدين يقعد يتكلم، يخليه يتكلم، يقول له احكي، يحكي، وتلاقي عند ما يحكي معر، يقول كلمة معر كده تروح لها اشارة كده في الشاشة، يقول له العب غيرها، يقول حكاية تانية، واخد بالك. قول لي بالله عليك، ده الكذب ده حاجة هو في قلبه، وانه ينوي الكذب دي الانسان وصل، الانسان الغافل ده، الانسان اللي ما يعرفش يعني دخائل نفسه، ما يعرفش تكوين الغدد كيف هي، استطاع انه هو يعمل جهاز يكشف ما في قلب اخيه. اكشف، لا، في هناك اجهزة الكترونية عملوها تترجم ما في الدماغ، واحد يفكر في حاجة تبص تلاقي الحاجة اللي بيفكر فيها تنعكس على الشاشة بتاع الالكترونية اللي قدامه وهو بيفكر فيها، جهاز الكتروني. الانسان حيوصل في يوم من الايام الجمجمة والهمهمة والاسرار وما يجري على اللسان وما يجري على القلب دون ان ينبس بشفة ودون ان يصدر صوتا يجدوا ايه؟ معمول على شاشة ومكتوب على شاشة. هم يقولون هذا. هل تستكثر على رب العالمين خالق هذه الاشياء كلها والله خلقكم وما تعملون، ان يكون ملائكته عندهم من الحساسية ما يجعلهم يسجلون على الانسان خلجات نفسه؟ يسجلون عليه. فإن لم يفعلوا هذا ولم يستطيعوا فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. ويقول ايه؟ فهو بنيته، وبالنية ده هي بما يجول في خاطره وما يجوس في صدره يؤاخذ يوم القيامة عليها. انما الاعمال بالنيات، نوى شيئا من الشر ولكن اعجزه عن تنفيذه القعود على الوصول الى اسبابه، لا توجد عنده الاسباب التي توصله الى فعل هذا الشر، ده عجز مادي، ولكن النية ايه؟ قائمة في نفسه. يوم القيامة يجازى على نيته هذه كمن فعل. لان انت عارف الحديث بابي كبش الانماري اللي في الطبراني بيقول ايه؟ بيقول
إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فسلطه على هلكته في الخير، فهو يعرف لله حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال في نفسه لو أن لي من المال مثل ما في اليد فلان لعملت فيه مثل ما يعمل. فهو بنيته مش بمقالته، فهو بنيته، إنما هذا الكلام قاله بقلبه فهو بنيته، وهما في الأجر سواء. يعني هيجي يوم القيامة ويجد نفسه كمن وصل رحمه، وكمن تصدق بماله، وكمن سعى بين الناس بما أقدره الله عليه من الرزق، كل ده بنيته وهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يعرف لله حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال أيضا في نفسه: لو أن لي من المال مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل. فهو بنيته وهما في الوزر سواء، فيكتب عليه ما كتب على الآخر من فسق ومن فجور ومن عمل كذا وكذا وكذا، وهو مجرد نية جالت في خاطره فقط، ولكنها تكتب في صحائفه. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل من الملائكة من يترصد خلاجات النفس، ومن يترصد نوايا القلوب، ومن يترصد ما يجري في الضمائر. الله قادر على هذا، فإن عجزت الملائكة عن هذا فالله أقدر منهم على حفظ هذا كله، أحصاه الله ونسوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.